اخت هذه سلام ابي ربما يتعرف روحها تقول لي جي ان كيستيون كي نا ريان افوار افيك فوتر ستاتو جي ان دي سي كما راهي تقول ربي يرحمه اولا معذره بدينا لكم يعني ربما بسؤال حزين اي جو فو سافوار لي ديمارش بور فار لو ترونسفير دو كورونا الجيري جو سوي بيردو اي تقول سي لا بروميير فوا كو سا ماريف مرسي دافونس بور فوتر ريبونس. شوفي الاخت اي واحد هذا الجواب اللي كتي هو جواب كذلك لبعض الباقي المغتربين اي واحد اللي عنده وفاه كاين في فرنسا ولا في اوروبا ولا في العديد من الدول الان في كل الدول وحتى في الدول العربيه كاين مؤسسات لنقل الجثامين مؤسسات لي بون فينابر هذا معروفين فبالتالي اختي اذا غابت لك واذا ربما كما راكي تقول انت جو سوي بيردو ان شاء الله تلقاي جمعيات ولا تروحي الكاس مسجد كاش مسجد او تروحي كذلك القنصليه تاعنا تاع الجزائر هما راح ينعتوا لك الكيفيه كيفاه الامور سهله خلاص راح تلقاي مؤسسه لنقل الجثامين المؤسسه هذه راح تتنقل اذا كان الميت هذا في السبيطار في لامورغ راح يعني يقوموا له بعمليه الغسل وعمليه يعني وعمليه كذلك تحضير الجنازه وتحضيرها يعني بالدره تاعو بلو سيركوي يخصوا له كذلك وقت يعني باش يجيبوا امام كذلك يقرا عليه ويدير عليه دعاء ويصلي اذا كان عنده هذا الميت كذلك موجود في الخارج عنده عائله هناك ولا عنده اصدقاء يخصوا له كذلك يعني ان مومون وين يجيو يترحموا عليه الاصدقاء نتاعو وكذلك يعني الجيران او لا ادري المقربين او حتى في بعض الاحيان المسلمين وهذه حاجه ايجابيه انه خارج الوطن في بعض الاحيان انه الانسان كيموت حتى الناس لو ما يعرفوش يروحوا يعني يسجلوا الحضور تاعهم ويدعيوا له ويقفوا معاه في بعض الاحيان يعني اديوا صلاه الجنازه على الميت وهذه حاجه ايجابيه فبالتالي اختي ما تقلقيش روحك وانا اؤكد لك ان شاء الله انه العمليه سهله فقط شوفي يعني جنازه كذلك موضوع مهم جدا انه تشوفي هذا الميت اللي مات لك ربي يرحمه اذا عنده ايناسيرونس ولا ما عندوش ايناسيرونس اذا عنده امكانيات اذا ما عندوش اذا عنده ايناسيرونس سي لاسيرونس تاع اختي هي اللي تتكفل بكل هذا الاجراءات هي اللي تكفل به واذا ما عندوش اسيرونس هذا الميت كذلك وما عندوش امكانيات يعني ما عندوش دراهم ما عندوش امبونسيون ما عندوش ايروتراك اسو مومون لا روحي القنصليه هما اللي راحين يتكفلوا به هذا سؤال اول السؤال الثاني هذه تقول لي السلام عليكم خويا سمير انا امراه متزوجه في بلاد مع واحد عايش في فرنسا درك راهو مريض واش راهي تقول في السبيطار ربي يجيب له الشفاء نحوس نروح نشوفه كيفاش ندير باش يعطوني الفيزا شوفي اختي العمليه سهله بطبيعه الحال انا نقول لك سهله نقول لك سهله بلا بريباراسيون يعني في الاوراق في الوثائق في الملف لكن تبقى الجواب يبقى الجهات المعنيه سواء القنصليه او سواء السفاره وين راكي موجوده فوجدي الملف تاعك اختي اذا عندك بيانات او عندك اثباتات انه الزوج تاعك هذا مريض حاولي انه تتصلي بالمستشفى اللي راهو فيه يبعثوا لك ورقه او يبعثوا لك ان جيستيفيكاتيف كي بروف باللي الزوج تاعك راهو مريض وفي حاله يعني مستعصيه يعني يبعثوا لك وثيقه اللي تثبت انه الزوج تاعك راهو مريض وان جيستيفيكاتيف كي بروف باللي الزوج تاعك راهو مريض وبالتالي حطي في الملف تاعك ضيف الى ذلك حطي باللي الاوراق والوثائق تاعك اختي باللي راك انت مزوجه وهذا الرجل تاعك وزيدي اكتبي ماذا بك انه ديري رساله كتابيه يعني اون لاتر مانيسكريت وبيني فيها انه الزوج تاعك هذا ما كانش واحد اللي يوقف معاه ما كانش على سبيل المثال واحد اللي يعني يعني كما نقولوا حنايا يتبعوا او يرافقوا في المرض تاعو لانه في بعض الاحيان المريض يحب واحد يلبس له يحب واحد يعني يشونجي له ربما لا ادري انا اللي كوش وين كان الحاجه الايجابيه ولازم نقولوها انه في المستشفيات هذه الاوروبيه يعني عندهم ديزانفيرميير مختصين في مثل هذه القضايا يعني تاع الانسان يبدلوا له لاكوش اذا كان في لا ريانيماسيون يعني ونعرفوا حنايا ربما كل الاخوه اللي راهم في الخارج يقدروا يشاطروني في هذا الراي ويشوفوا يعني وحتى انا الوالده تاعي الله يرحمها كانت في المستشفى فما وشفت يعني هذا الامور كيفاش يقوموا بالمريض يعني في القضيه هذه وهذه الانسان يقول هاي حتى نقول الاخت هذه الفو با تقلق على الزوج تاعها بزاف اذا راه مريض لانه تتاكد انه كاين هذا الجانب كاين هذا الجانب للجانب الانساني والجانب الاجتماعي والجانب المهني هما كذلك يخلصوا عليه هما كذلك يخلصوا عليه فراح راح يلقى اون فيرميير ليبرال اللي راهو في الدار تاعو راح يلقى اد دوميسيل يبعثوا له المراه مراه يعني تجي دير له ساعتين او ثلث سوايع على حساب ليطا تاعو
اذا كان جراف، اذا كان ما يمشيش، اذا كان لا ادري ما يقدرش يطيب، هي تطيب له، هي توجد له، هي كذلك تغسل له، هي تعدل له لاصال دو بان تاعو، تنظف له، تدير له. يعني انا حبيت فقط يعني الاخت هذه تكون مطمئنه ان شاء الله انه في الجانب هذا يعني كاين الجانب هذا وما تقلقش ان شاء الله. لكن في حاله ما حابه تروح له، انا فهمتك كيفاش ديري. اوكي طيب، السؤال الثالث هذا، هذه تقول لك السلام عليك اخ سمير، عندي مشكل انه سرقوا لي كوارتي تاع 10 سنين كارت الاجارات، ودرك انا مريضه بزاف، صبرت لازمني نروح لفرنسا. هذه الاخت كذلك تي بامكانك بدون بحكم راكي مقيمه في فرنسا، بامكانك انه ديري ان ديكلاراسيون دو بارت هنا في الجزائر عند لابوليس ولا عند لا جوندارميري اذا ساكنه في ان فيلاج، وديري كذلك طلب للسفارة الفرنسية هنا في الجزائر أو القنصلية الفرنسية في الجزائر، وراح يعطيوك ان فيزا روتور، يعني ان فيزا دو روتور، هذا يمدهولك، هذا ما كانش مشكل. وأنا شخصيا كان عندي لقاء مع السفير يعني السنة الماضية، تكلمت مع الموضوع هذا تاع الجزائريين اللي حكمتهم الكورونا هنا وما قدروش يروحوا، ما تولهم لي بابي لي باسبور تاعهم ولي كارت سيجور وكذلك حتى لي ريسيبيسي تاعهم. ووعدني السفير الفرنسي الحالي ومع بحضور القنصل العام تاع فرنسا في الجزائر، قال لي ان شاء الله راح نتكفلوا بالقضايا هذه، لانه الوقت هذا كانت القنصليه مغلوقه كما شفتوا انتم تقريبا عامين والسفاره مغلوقه. فهذا انا راني نعطيك واش قال لي السفير. فبالتالي الاخت هذه اللي راحوا لها الاوراق او الاخ هذا، لانه ما وضح ليش لا رجل او امراه، ما عليك الا انه تروح دير ملف تاعك للقنصليه. طيب السؤال الثالث، هذا الاخ يقول لي السلام عليكم الاخ سمير، كيف حالك؟ ان شاء الله لاباس، عندي سؤال من فضلك حول وثيقه الريسيبيسي، هل يمكن ان اسافر بها؟ بامكانك خويا انه تسافر بالريسيبيسي، ما كانش مشكل تسافر بالريسيبيسي، لكن انا نصيحتي لاخواني المغتربين والمغتربات يعني والجزائريين اللي راهم موجودين في الخارج، نصيحتي لكم تفادوا الريسيبيسي الاول، يعني الريسيبيسي الاول اللي يعطيه لكم حاولوا انه ما تسافروش به، لكن الثاني والثالث بامكانكم انه تسافروا به. هذا السؤال، هذا الاخ يقول لي مساء الخير الاخ سمير، ان شاء الله عندي استفسار فيما يخص جت سكي، هل نقدر ندخلها من فرنسا؟ بطبيعه الحال انا قلت لكم يا جماعه انه السيارات تاع لي كارت كونسولار بامكانكم انه تدخلوا سياره او تدخلوا يعني بمبلغ مالي ما يفوقش ال 32000 الى 30000 سا ديبون لو شونج، 30000 بامكانكم انه تدخلوا واش تحبوا تدخلوا، سواء تدخلوا موتو عندكم 250 كوب ولا 500 كوب، تعرفوا الاخوه اللي يعرفوا الموتوات يعرفوا شنو هو 250 و 500، او تدخلوا جاتسكي، او تدخلوا سياره، السياره بامكانكم انه تدخلوا معها جاتسكي، السياره بامكانكم انه تدخلوا معها جاتسكي. وهذا السؤال طرحته يوم امس فقط لواحد المسؤول يعني في الجمارك، واعطاني يعني كما نقولوا احنا الكثير من التفاصيل باش الاخوه كان مد لهم الجواب، مد لهم على يقين ومد لهم يعني على معرفه وليس هكذا فقط. فقلت انه جاتسكي تقدروا تدخلوه مع الطوموبيل، ما كانش مشكل. صح، الموتو وحدها، اذا جبتوا موتو ما تقدروش تجيبوا طوموبيل، اذا جبتوا موتو 250 كوب 250 كوب ولا 500 كوب كما اللي تشوفوا فيهم تاع لي رالي، هذوك ما تقدرش تدخل معاها طوموبيل، صافي دير سوا تجيب موتو سوا تجيب طوموبيل، لكن جاتسكي يقدر يكون في الطوموبيل ما كانش مشكل. صح، يبقاو كثير من الاخوه حابين يجيبوا هذوك لي باطو دو بليزونس مثال، ولا يجيبوا هذوك لي مثال ان يوت، ولا يجيب حاجه كيما هكذا اذا لقاه رخيص، ولا لي باطو تاع كيما نقولوا حنايا القوارب هذيك تاع البحر تاع لي بيشور تقدروا تجيبوه، لكن هذا فقط لازم له النوتوريزاسيون، لازم له النوتوريزاسيون. نزيد نفهم خاوتي، بالنسبه للباطو لازم له النوتوريزاسيون، تقدر تجيبه ما كانش مشكل، لكن لازم لك النوتوريزاسيون. صح، كل هذا اللي تكلمت عليه جيت سكي الموتو ولا طوموبيل ولا الباطو كلهم لازم يكونوا نوف افيك لا كارت كونسولير، ما كانش حاجه موان دو 3 زون ولا موان دو 2 زون ولا موان ان، لازم كامل يكونوا جدد نوف. صح، كي نديروا هذه الامور، قلنا السياره مثال واحد يحب يجيب معاه جيت سكي لقاها بون بري يجيب معاه نوف اوسي، يجيبوا القنصليه يدير ان انفونتير، يروح القنصليه راح يديروا له ان انفونتير افيك لي فاكتور، قال هاو جات سكي الفاتوره تاعو، اي طوموبيل الفاتوره تاعها، او التلفزيون الفاتوره تاعو، او الفريجيدار، او 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 الدير تلقى لا سوم اللي مكفلها لك القانون ولا اللي سامح لك فيها القانون،
تجيب انت يا هذاك الماتريال في السياره تاعكم. نزيد نذكر اخوه معليش، ذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين، سوا لازم يقعدوا سير لو تيريتوار فرونسي ماكسيموم اموا، يعني ما يقدروش يفوتوا اموا على التراب الفرنسي ولا الايطالي ولا البلجيكي ولا اي بلاد. والاخوه ما يطرحوا لي سؤال يقدروا يقولوا لي اسكو نقدروا نجيبوا من الدول العربيه؟ تقدر تجيب مادام راك جزائري، ومادام عندك ان كارت كونسولير، ومادام كاينه قنصليه، ومادام ديباسيت لي 3 زون في البلاد اللي راك فيها، تقدر تجيب طوموبيل من اي بلاد، حتى من الافريك، حتى من الافريك، حتى من خاوتنا هنا اللي راهم في ليبيا ولا اللي راهم في تونس، يقدروا يدخلوا بالسي سي ار. اوكي تفهمنا هذه النقطه. بعدين نتايا ما ديباسيش ان موا سور لو تيريتوار ناسيونال تاع البلاد. من بعد عندك دو شوا، سوا تبعت الطوموبيل تاعك بلي زافير تاعك تبعتهم عن طريق لو ترونزيتور هو اللي يجيبهم لك الجزائر، ومن بعد نتايا تجي في الطياره وتستنى الطوموبيل تاعك هنا في الميناء، في اي ميناء في الجزائر. كي توصل الطوموبيل انت اللي تخرجها بالكوارت تاعك بلي بابي تاعك بلي فاكتور تاعك تاع اللي راهم موجودين في لو كونتينر، باسكو سوفون لو ترونزيتور كيبعث الطوموبيل يبعثها في لو كونتينر. اما اذا جيت انت مع السياره في الباطو تاعك راهو حد ما قال الحد. اوكي اوكي هذا يستفسر جاتسكي جاوبنا عليه خويا. هذا الاخ كذلك يقول لك جوري ان كيستيون سي جو بوفي رونتري اون الجيريا افيك لو ريسيبيسي دو رونوفلومون اي ساجي اون اي في دو 4ييم ريسيبيسي. اوكي طيب جاوبتك عليها، تقدر تدخل بهم يا با بروبليم افيك ريسيبيسي. هذه تقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخي سمير، حبيت نسقسيك لما يتوفى واحد في الغربه ما الذي يعني ما هي الاجراءات اللازمه؟ هذه هاني جاوبت عليها اختي، ارجعي برك تبعي اللايف تاعي درك راح تسمعي وجاوبت باش ما نطولش على الاخوه فقط لانه فيه كثير من الاسئله. طيب هذا السؤال والله يعني عجيب، يعني هذا الاخ عبد الباسط واش يقول لي؟ سلام خويا سمير، شحال بي الجي مارسيل يا وليدي، راني ما عنديش اجونس دو فواياج يا خويا والله العلي العظيم، يعني وهذا من الاسئله راه يجيني بزاف يا جماعه، والله بزاف لي كيستيون. واحد يقول لي الحمال ديك دبر لي ام بي باشير، واحد يقول لي يا خويا الحمال ديك البي قدا نجي من كندا للاخر كش ما تلقى لي حاجه. يا جماعه مانيش انا اجونس دو فواياج ومانيش ان كومباني ايريان، يعني الانسان يحشم شويه، الانسان يحشم يا جماعه. انا ما نعيبش الاخ هذا نقول له انايا مانيش نطيح ولا راني نقص ولا نقلل في الماء في يعني في الاخر، لكن الانسان يكون عاقل شويه، يكون عاقل يا جماعه. انا ما عنديش ان اجونس دو فواياج باش واحد يكلفني. هذيك نهار واحد من بسكره يقول لي الحمال ديك الشعب اننا في بسكره وراح نروح لباري اذا تدبر لي بي. هي دوك تدبرك بي خويا، خدمتي انا هذه، اسكو هذه خدمتي انا لازم نروح ونحوس لك ونروح لك انا للار الجيري هنا في المطار تاع هواري بومدين ونسقسيهم لا شويه شويه يا جماعه. الانسان بي روح اخويا، روح انت بالكش البي هذا نقول لك عليه غالي، بالكش البي هذا نقول لك عليه مانيش على بالي ما يولمكش. انت يا اخي روح حوس على البي تاعك بامكانياتك. هاني يعني نشوفوا الاسئله. فبالتالي واش نقول لخويا شحال بي ارجي مارسي؟ والله ما نكذب على خويا، ويزيد يقول لي نوفمبر سافدير انا دروك الان نروح نحوس له على نوفمبر على ان بون بري ونعيط له السي عبد الباسط كما راهو يقولوا له. السي عبد الباسط انا لقينا لك بي، واش رايك اخويا تجي له 3 هاو واش يدير لو 4 تما تولي لي خدمه هذه. سبحان الله يا جماعه راني ندير في العمل هذا والله العلي العظيم غير نديره حبا في المغتربين تاعنا، لانه العمل هذا دروك تقريبا 30 سنه كصحفي وكبرلماني بقات هذه الامور هذه يعني خاوتنا على بالنا، يعني يا بروبليم دو كومينيكاسيون يا ان ديفيسيت دو كومينيكاسيون. قلنا حنايا نعاونوكم بالامكانيات اللي عندنا، ما من انسان هاو قاعد يعني بدل ما يقعد ما يدير حتى حاجه يدير ان لايف ويمد فيه معلومات الخوت ويمد فيه معلومات الخوت، لكن ماهوش يقول لك اذا كان صاحبك عسل ما تنحسوش، واذا كان صاحبك لا ادري واش كاين كما يقولوا كثير. فهذه فقط زيد هذه واش تقول لك؟ السلام عليكم استاذ، شكون هي هذه؟ هذا عبد القادر يقول لك السلام عليكم استاذ الفاضل، اذا تقدر تفيدني بمعلومه الله يجازيك خير. انا زوجي عنده جنسيه نرويجيه، هذه امراه عنده جنسيه نرويجيه، والديه او والدي على ما اظن حاملين الجنسيه النرويجيه، تسمى هذا من النرويجيين هذا ولا جزائريين ما فهمتش الاخت، كنت تقولي لي عنده جنسيه نرويجيه من اصول جزائريه، هذا ربما نرويجي راك تكلميني عليه. ممكن افاده كيف احصل على فيزا الى بلد اوروبي اسهل حسب معلوماتك؟ للعلم انه راتبي قليل يا اختي، يعني وهذا الاشكاليه تاع الجزائريين يا جماعه صدقوني والله العظيم، هذه يجب انه الانسان يقول فيها كلمه. يعني كثير من المغتربين من الجزائريين تاعنا في الجزائر راح لفرنسا ما مدولوش، من بعد واش يدير؟ يروح اسبانيا ما مدولوش،
يروح للالمان ما مدولوش، هو وعنده اني دي في راسه، عنده اني دي في راسه، عنده هذه سي امبورطون كلمكم عليها، لانه الكثير 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 من اللي فيزا يتروفيزاو ويتلغاو ويعني وربما يرجعوا لكم بدون حتى اي جواب على المشكل هذا. صح، الجزائري يروح يدير فرنسا ما يقبلولوش، يقول لك استنى نروح نعاود اسبانيا، اسبانيا ما يقبلولوش، يقول لك لا والله اسبانيا راهي مزيره خلينا نعاود لالمان ما قبلولوش، يعاود لايطالي ما قبلولوش، يقول لك استنى هذا لي بي هذا شويه صعاب، خلي نروح انا تراه لوروب دو ليست، نروح لابولوني ولا نروح كيما قالت لك الاخت النرويج. يا جماعه لازم تعرفوا الان باللي كاينه ان بلاتفورم هذه تابعه لوزارات الخارجيه تاع الاتحاد الاوروبي، يعني اي واحد دار مشكل في كاش بلد يسينياليوه لكل الدول، كل الدول تاع الاتحاد الاوروبي. يعني مثال انايا زورت اوراق البلد ما وعرفوا بلي الاوراق تاعي مزورين، يبعثوا نفس المعلومه يبعثوها لبلاتفورم، وهذه لبلاتفورم يقدر اي دوله يقدر اي سفاره اي قنصليه تدخلها. صافي دير دوك نتايا ما قبلولكش فرنسا، مثال زورت الاوراق تاعك ولا مديت معلومات غلطه ولا لا ادري انا مديت اناتيستاسيون تاع البنكه ما كاش منها ولا مديت لا ادري شركه مدت ريجستر دو كوميرس، المهم لقاو عرفوا بلي الامور يعني مشكوك فيها حطوه في السيستم. نفس الشيء يروح للالمان هما كيحطوه يخرجوا له الانفورماسيون تاع الزملاء تاعهم تاع فرنسا، فرنسا تدخلها الزملاء تاعها تاع بلجيكا ايطاليا، يعني طول شنغن يعني الاسباس شنغن ولا كل الدول الاوروبيه اللي تابعه الفضاء شنغن عندها المعلومه. وعلى هذا الاساس انا نطرح نقول خوتي واخواتي، هاك تشوفوا الاخت هذه يعني ما مدولهاش، قالت لك للعلم انه راتبي قليل لكن انا شوف لي اي بلاصه يعني عاوني في اي بلاصه، واش نعاونك اختي؟ هذه ماشي قضيه معاونه، قال الصباط ما لقيتيش هنا نعاونوك في كاش ماغازان لقاوه لك، ولا لا ادري انا الدواء هذا ما لقيتيش عطاوك جينيريك نعاونوك في كاش بلاصه نجيبوا لك الدواء الاوريجينال. هذه اختي قضيه تاع تاشيره، وبالتالي يجب ان الملف يكون كونسيستون، يجب ان الملف يكون يعني لو دوسي التيان لا روت. يعني كيفاه الانسان يدير ريزرفاسيون دوتيل ما كانش؟ ما تنساوش يا جماعه انه الان القنصليات كي تعطي له اناتيستاسيون دوتيل ريزرفاسيون دوتيل ويقدر يعيط هو اللوتيل، يعيط اللوتيل لانه الكثير، وهذه نقولوها درك اذا حبينا جماعه الانسان يكون صريح معكم لازم يقول لكم الحاجه اللي ربما ما تعجبكمش، الانسان يقول لكم الحاجه اللي ما تعجبكمش. درك اذا حابين الانسان يجاملكم ولا يقول لكم حاجه اللي تفرحكم ولا اللي تسعدكم، الانسان يقولها لك يقول لك تو فابيان، لا ماذا به الاخ كيدير ريزرفاسيون يدير ريزرفاسيون صحيحه، لانه انا شفت بعض الاخوه يشريو دي ريزرفاسيون يعني تلقى في ايطاليا قال له الحمال ديك شوف لي بركي ريزرفاسيون، وبعض لي زوتيل يدي سمحهم الله بعض لي زوتيل يعطيك ريزرفاسيون ب 50 اورو هي ما كاش منها. فبالتالي القنصليه يقدروا يعيطوا يعني يعيطوا لوتيل، قال محمد بن محمد هذا اسكو لي ريزيرفي اونتر لو 12 لو 15 في نوفمبر، الاخر يضرب السيستم، لا سيما اذا شافها باللي المكالمه جاته من جهات رسميه قنصليه ولا بريفيكتير ولا حاجه راح السيد يخاف، لانه لو نعيط له انا قادر يكذب عليا، لكن كي تكون من جهات رسميه يخاف يضرب يقول له نو إلي اكزيست با هذا ما كانش. هذه اول حاجه طيش الدوسي. زيد كاين قضيه كذلك تاع المرضى، يعني نشوف انا كثير من الاخوه يعيطوا لي ويقولوا لي باللي احنا رانا عندنا كل شيء ودايرين كل شيء وعندنا واحد مريض ولا ادري انا حبينا نطلعوه لكن ما عطوناش الفيزا. من الانسان يتساءل، الانسان يسوبوز لا كيستيون، علاش؟ لانه الان في اجراءات جديده انه كي تحب تطلع مريض لازم المريض تعطي له اناتيستاسيون باللي السبيطار اللي راح يروح له عرفوا له الدوسي تاعو، يعني عرفوا له الدياغنوستيك تاعو وعطاوك الاداره يعني تاع المستشفى عطاتك لو كو نتاع لوبيراسيون ولا لو كو تاع لا كونسلتاسيون اي او ميم طون لازم تخلصها. يقول لك خلصها لافونس، علاش؟ لانه الكثير من الاخوه يعني قلت لكم يا جماعه الانسان لازم يقول لكم الشيء اللي ما ربما ما يعجبكمش. الكثير من الاخوه سمحهم الله يعني يروحوا وهو مدايرها في راسه انه راح المراه راح يدي مرته 7 مو ولا 8 مو باش تزيد له الهيه، في ظنه هو انه كي تزيد ولده مباشره راح يعطيوا له لا ناسيوناليتي في اي بلاد، او
يقول لك انا يا على بالي باللي راح، لانه قالوا لي هنا في الجزائر دير اوبيراسيون، ولا قالوا لي لا ادري انا روح دير ان اكزامان ابروفوندي يعني لهي، يروح عم دايره في حسابه يا جماعه. اول حاجه يروح يدير اون اسيرونس افيك لو مينيموم، يخلصها 1000 دينار، ويروح مدي مرته باش تزيد لهي ليكيفالون تاع 16000 ل 20000 اورو. يعني سبحان الله الانسان اللي يروح يا خويا انت باغي تدي مرتك تزيد، معليش من حقك، من حقك. فبالتالي دير ان اسيرونس اللي تكون كونسيستونت على الزياده تاع المرض تاعك. انت حاب دير اوبيراسيون ولا دير كونسلتاسيون ابروفوندي، قال راح ندير لي رام، راح ندير لا سنتيغرافي، راح ندير لا ادري انا يعني تو لي راديو لي راهم اكزيستيو في لو موند، ندير ان اسيرونس كونسيستونت. ما كاينش مشكل، ما كاينش مشكل يا جماعه في اي بلد. انا اتذكر، اتذكر يا جماعه يعني العبد الضعيف اللي راهو يتكلم معك، اتذكر في يوم من الايام ديت الام تاعي مريضه، أم تاعي ديتها الحج معايا مريضة تعبانة، أنا كنت خايف، قلت بعيد الشر كش ما يصرى لها فما كش ما بعيد الشر طيح لي مريضة غراف ولا حاجة، أموا ندير لها أن راباتريمون. إبا جيتي أوبليجي باش نروح لأوروبا سيستونت، وخلصت، خلصت على لو كان باللي راح طيح ما مريضة وراح طيح غراف مو مالاد، ولازم لي أنايا أن راباتريمون إيرجو. بصح ما درتهاش أنا في راسي، رحت خلصت أسيرونس تاع 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 1000 دينار ونديها وأنا وأنا يما في الريسك، في الريسك، وغدوا نقول لهم ديوها لي. إيه كيفاش يديوها لك؟ يبعثوا لك طياره، يبعثوا لك طبيب، يبعثوا لك هذه ساكو د لارجون. المهم الانسان يدير اون اسيرونس كونسيستونت على المرض تاعو. حاب تدي مرضك ما كاش مشكل، لكن دير اسيرونس غاليه. ومو غدوة تك تروح للطبيب، غدوة كي تروح سبيطار ومرتك تزيد، وانت راك مخمم في راسك باللي مرتك راح تزيد ليه. هذه يا جماعه غير هذه اشوفه والله يحلفوا لي بالقران الكريم ما نامنش. واحد يقول لي اه والله ديتها كبيتها، وفيه سؤال تاع واحد من الناس اللي يجاوب راهو هنا، يقول لي والله غير ديتها مسكينه وطاحت لي فما زيدت. يعني انت عطيت ديتها وماكش على بالك باللي المراه راهي في 6 ايام موا وباش تزيد. يعني سبحان الله العلي العظيم، يعني هذه غير الانسان. ياك على بالك مرتك راهي في الشهر السابع ولا الثامن وما ديها باش تزيد، لانه انت يا فراس قلت انا دروك يزيدوا لي ولدي بنتي يديروا لي ناسيوناليتي في اي بلاد، جو دي بيان في اي بلاد. صح، كي يوصل في العالم كامل حتى في الجزائر انه جامي الانسان يفكر في الدرام. جو بارل انايا في لو كور ميديكال، يعني في لا يعني في كيما نقولوا احنا الخصوصيه ولا في الثقافه ولا في القانون ولا لا ادري في اي حاجه افهموها كما تفهموها، يقول لك نداويك ومن بعد نحاسبك. هذه هي هكذا تصرى. المرض زيد اتكمل، ومن بعد يجيو باش يطلبوا الحقوق تاعهم، واش يقولوا له؟ خويا عندك 20000 اورو. ها يقول له مال ياسيري مدام، هاي وراهي لاسيرونس تاعها. يضربوا على لاسيرونس يلقاوها 1000 دينار. هم 1000 دينار واش جيب لك خويا؟ في السبيطار يعني الاخوه ربما المغتربين اللي راهم يتبعوا فيا معايا يقدروا يشاطروني في الراي. صدقوني يا جماعه في السبيطارات في بعض الاحيان 2000 اورو 2500 اورو. باسكو علاش كي تدخل سبيطار ما يشوفولكش غير ما يشوفولكش غير السرير اللي تقعد فيه، ملي سوا يبداو لك ملي سوا، يعني ما تدي الراديو تاعك وتدي الدياغنوستيك تاعك وتدي لو كونترون دي تاع الطبيب تاعك، كل شيء يحطوها كوتي يعاودوا لك ازيرو. صافي دير هذيك كل ساكوت دو لارجون. وعلى هذا الاساس احنا نصيحتنا يا جماعه، احنا ماذا بينا صوره بلادنا وصوره ولادنا وصوره خاوتنا وصوره مغتربين تاعنا تكون صوره طيبه. وعلى هذا الاساس الانسان اللي يروح يا خويا بدي برتك مرتك تزيد، من حقك، من حقك. واحد ما يقول لك لا ولا لا، لكن ادي فقط ناسيرونس، ادي ناسيرونس اديكوات للزياده تاعها ولا لوبيراسيون تاعها. وعلى هذا الاساس، وعلى هذا الاساس يعني باش نكونوا صراحه، الكثير من الدول كيشوفوا يقول لك فيزا بار اكزومبل ميديكال ولا فيزا سونتي ولا حاجه، اول حاجه يشوفوا لو دياغنوستيك، يشوفوا واش قالوا له ملهيه، قال انا في بلادنا اللي راح نعطي له الفيزا سبيطار واش من سبيطار، واش عطالو، واسكو خلص الافونس ولا ما خلص. شوفوا يا جماعه وين توصلنا، شوفوا يا جماعه وين توصلنا. يعني الانسان كيروح يقول لك انا ما نداويكش حتى نخلصك، بكري كان يقول لك نداويك ونخلصك، درك يقول لك لا نخلص ساعه ونعطيك انا لو جيستيفيكاتيف كي بروف باللي خلصت، وابعثه وحطه في الدوسي تاعك في الفيزا. وعلى هذا الاساس يعني انا حبيت نرجع للاخت ونقول لها لازم يكون عندك ان دوسي كونسيستون ودوسي فيابل، اي دوسي اوسي تكون يكون كريديبل، دوسي يكون كريديبل يا جماعه، دوسي واحد كيحطه يحط فيه اوراق يعني فيها مصداقيه، ما تحطش ورقه مزوره وما تحطش ورقه او قال في بعض الاحيان ان غونفلي، مش معناتها انه تغونفلي الكونت تاعك راح يمدوا لك الفيزا. انا نشوف كثير من الاخوه يقول له سلف لي درام باش نغونفلي الكونت تاعي. يا ودي تغونفلي الكونت وانت يا لاتيستاسيون ديبرجومون ولا لاتيستاسيون دو ريزرفاسيون دوتيل مزوره،
وانت يا لاسيرونس ما عندكش وانت يا فبالتالي ما عندك حتى معنى. تكون الاوراق تاعك مليحه والله العلي العظيم غير يمدولك، اقسم بالله غير يمدولك. هذه ما كانش يا جماعه صح، كاين فيه بعض القنصليات شويه كانوا شويه كما نقولوا حنايا يعني مزيرين شويه يعني في الظرف الاخير، لكن الامور تحسنت تحسنت يا جماعه يعني، وهذه حقيقه يا جماعه يعني. حتى الان الجهات الرسميه في العديد من المرات يتحدثوا مع المدراء نتاعهم في القضيه تاع التاشيرات، لانه هذا حق مشروع، هذا يعيطوا له لا سيركيلاسيون، لا سيركيلاسيون يعني دي سيتويان، هذه سي ليجيتيم يعني. حتى في القانون الدولي، حتى في القانون الدولي ماهوش يعني ماهوش من حق الدول باش يحرموا، يعني ماهوش من حق الدوله انه تحرم ام تروح تشوف بنتها زيدت، ماهوش من حق الدوله انه تحرم الاب يروح يشوف ولده راح يحضر العرس، ماهوش من حق دولة انه تحرم طالب حب يزاول الدراسة تاعو في مجال اللي ما كانش في البلاد تاعو. فهذه الامور كلها يعني قانونيا انسانيا اجتماعيا لا ادري انا ثقافيا لا ادري انا يعني اقراوها كما تحبوا، من حق الانسان باش يسافر، لكن فقط انه يكون الوثائق تاعو وثائق عندها مصداقية وعندها يعني كما نقولوا حنايا ان سيرتان يعني كريديبيليتي ويكونوا فالابل ماهوش الانسان. هذه باش نجاوب الاخت نتاع النرويج هذا، لكن احنا ما فهمناش هذا الزوج النرويجي ولا جزائري. هذه نفس الشيء كذلك الاخ واش تقول لي، هذا ثاني من النرويج، هذا يقول لي سيدي الكريم انا كنت طالب بدولة المجر اوكي ولدي بطاقة قنصلية لكن مدة الاقامة انتهت، هل لدي الحق في استيراد سيارة بدون جمرك؟ هذه عندك الحق، لكن السؤال مطروح دوك انت راك موجود في الجزائر ولا في المجر؟ اذا في المجر يعني في المجر في دولة المجر تروح القنصلية تاعنا يجدوها لك يعاودوها لك خويا، بطاقة تاعك ماتت لك يعاودوها لك، هي كل بطاقة كل 5 سنين يقدروا يعاودوها لك. لكن نزيد نذكر الاخوة اللي جاب مرة راه يجيبها مرة في حياته، هذا يعني الاستيراد يعني الاستيراد تاع الطوموبيلات، استيراد الطوموبيلات بلا كارت كونسولار سي اون فوا فلافي تاع الانسان. فبالتالي الاخذ الطالب اتيديون الى لو دروا الى لو دروا فقط يكون اودولا دو 3 زون والبطاقه تاعو يقدر يعاودها. زيد سؤال اخر، هذا اخي يقول لك هذه الاخت هذه تقول لك اخي من فضلك انا امراه مقبله على الزواج من شاب فرنسي مقيم في فرنسا للعمل العقد في الزواج هنا في الجزائر ياخذ وقت كبير جدا لاننا من جنسيتين مختلفتين ولعمل فيزا زوج عائلة ليس لدي عقد، فنحن ننوي إن شاء الله عقد في فرنسا. ما كاش منها الأخت هذه تاع العقد في فرنسا تعقدي أكثر من الجزائر وتاع الجزائر أكثر من فرنسا، هذه غير نحيها من بالك. العقد كيكون عقد باش تكوني على بالك أختي، نزيد نعطيكم هذه المعلومة مهمة، العقد كي ديري العقد هي قضية ليزونكيت قضية التحقيقات، لأنه دائما فيه تحقيق بالنسبة للزواج بين جزائري بين إيطالي بين تونسي بين مصري بين تركي بين لا أدري أنا، دائما يكون فيه تحقيق هناك يعني في فرنسا وتحقيق في الجزائر. ففي أسئلة دي كيستيون بياج يبوزيوهم لكم باش يعرفوا أولا يا ترى هذا الزواج سيت ان مارياج كونسومابل ولا نون كونسومابل، يعني هذا الزواج مستهلك ولا غير مستهلك، ولا هذه الطفله فقط راح تروح على الاوراق ولا السيد راح يدير بالطفله الاوراق. فتي كيستيون راح يبوزو لكم دي كيستيون، قادر يبوزو له هو دي كيستيون عليك انت وقت عرفتيه، والديك باباك كيف يسميه، خوك كيف يسميه، وين يخدم خوك، وين يخدم باباك، كي عرفتي كيفاش عرفتي بالفيسبوك ولا عرفتي بالتليفون، لا ادري انا يا قال هذا السيد هذا واش يخدم، سيدي كيستيون يبوزوهم له ليه، ونفس الاسئله يعاودوا يبوزوهم لك ليك انت، يعيطوا لك في القنصليه من اي بلد يعيطوا لك قال فلانه من فضلك تقربي لنا، كي تقربي لهم راح يبوزو لك دي كيستيون. اذا لقاو لي كيستيون والاجوبه ايدونتيك، قال انا عرفتها في الفيسبوك اوكي، قال انا عرفتها عن طريق اختي اوكي، قال انا باباها خدام في التربيه طربيه، قال هذيك الى اخر، اذا لقوها الامور تاعكم تمشي بطريقه سريعه، لانه بعدين راح تدخل فيها يعني نونت، لانه نونت هي اللي مكلفه بالمواضيع هذه تاع الزواج ولو ريغروبمون فاميليال، وكذلك راح تكون الامور سهله، ما عندها حتى معنى تعقدي في فرنسا ولا تعقدي في الجزائر. انت في بالك ربما كي تقولي نعقد في فرنسا تقولي راني قريبه للاداره، يعني جو سوي با لوان دو لادمينستراسيون ديزيني ولا لادمينستراسيون كونسيرني بار لو سوجي، هذه غلط لا ما كاش منها اوكي.
زيد هذا وش يقول لي الأخ هذا؟ السلام عليكم، فهمت من كلامك سيدي أنه بإمكانك استيراد سيارة جديدة دوبل في بالبطاقة القنصلية وليس لك الحق في أقل من 3 سنوات. هذه هي، راك فهمت، يعطيك الصحة، فيري جود. كي المهاجرين داروا لهم الاستيراد تاع السيارة نوف دوبل في بلاكارت كونسولار، ودروك إذا جا القانون هذا تاع موان دو 3 زون راح يكون فقط على الجزائريين المقيمين. هذا الشيء اللي على بالنا به الآن، أبار إذا تغيرت الأمور بعد شهر، بعد 15، بعد 20 يوم. أما بور لو مومون كونسولا كارت كونسولار بور ليميغراسيون موان دو 3 زون بور لي زالجيريان دي لوكو. لكن دائما انا نقول باللي راح يستفادوا اكثر الجزائريين تاعنا اللي في الخارج، لانه هما اللي راحين يشريوا وهما اللي راحين يربحوا شويه دراهم، وتشوف فيها تفتوفه تشوف فيها شويه تفتوفه. زيد سؤال اخر، هذا واش تقول لي؟ هذا السؤال جاوبت عليه. شوفوا يعني نفس الشيء، ما هي التأشيرات المتاحة الآن وفيها فرص القبول بالنسبة لسنهم أكثر من 50 سنة؟ يا ودي شوف، فرص القبول راهي كل أعمار، ما عندهاش 50 سنة ولا 30 سنة ولا 20 سنة. صح، لي جون ربما راح يعني ليتيود تاع الدوسي راح تكون أصعب من واحد 50 سنة ولا واحد من 80 سنة ولا 70 سنة، لأنه يعرفوا أنه الإنسان الكبير ربما يروح فيزيت فاميليال ولا حاجة. لكن كل التأشيرات متاحة أخويا. سؤال آخر، هذا قال لك انا مقيمه في ليون، عندي واحد فاميلتي مات مقتول. هذه الاخت ما نذكرش الاسم تاعها، تقول لي السلام عليكم اخي، ممكن الرد؟ انا مقيمه في ليون، عندي واحد فاميلتي مات مقتول في مارسي، هو عنده اقامه نتاع 10 سنوات عايش وحده، كيفاه نديرو باش نهبطوه؟ مو راح تهبل. شوفي اختي، هذا اللي مات مقتول، اللي مات مقتول اولا ندعيو له ربي سبحانه الرحمة والمغفرة، لكن لازم على بالك الأخت واحد كيكون مقتول ديجا هي توت ان بروسيدور ادمنستراتيف اي سيرتو جوريديك، لازم تعرفي باللي راح يكون فيه تحقيق على الموت تاعو. سيرتو الان رانا نتكلموا على واحد مقتول، صافي دير سي اون مورت سسبكت، يعني وفاة مشكوك فيه، وعلى هذا الاساس هذا راح يروح مباشرة للقضاء، راح تكون ان بريغاد، يعني ديجا لا بريغاد سيونتيفيك، لا دوزيام بريغاد سي جيريديك، هذه اللي راح تتبع الملف تاع المقتول هذا كيف تقتل، اسكو تقتل شرب كاشيات، اسكو تقتل مقتول بالسلاح، اسكو تقتل ضربوه موس، اسكو تقتل مسموم، يعني سموه داروا له مسموم. فبالتالي قضية القتل لازم يكتشفوا سبب الموت تاعو، اوكي؟ راحين يديروا له كذلك تشريح، يعني راح يروح لا ميديسين ليغال باش يديروا له تشريح، وبالتالي يعني اللي عنده يعني كما نقولوا حنايا القرار النهائي راح يرجع للبروكيور دو لا ريبوبليك، راح يرجع للبروكيور دو لا ريبوبليك، هو اللي يعطي الموافقه نتاع نقل الجثمان الى البلد تاعو. اوكي، جيسبر فهمتي اختي هذه السؤال تاعك. هذا اللي مات او اللي مقتول لازم عليه يفوت اولا، قلت لك فيها ان بوليس سيونتيفيك، لازم دير توت ان ترافاي سيونتيفيك يعني علمي، الشرطه العلميه، بعدين راح تكون الشرطه القضائيه اللي تتبع القضيه، وبعدين راح يروح لا ميدسين كذلك تشريح نتاع الجثه هذه باش يعرفوا الموت تاعها اسكو كانت موت طبيعيه. انت راك تقولي لي مقتول، لان الان اذا مقتول ماهيش موت طبيعيه، سي با ان مورت يعني ناتورال، مي هذه سي اون مورت سسبكت، يعني فيها شك، فيها شك، هذاك الشك هما اللي يحبوا يبحثوا عليه. وبعدين كي يشوفوا يعني الجثه وتم التشريح نتاعها، كي يكملوا الملف تاعهم راح يخرجوا بنتيجه، قال هذا كما قلت لكم سوا تقتل سوا شرب سم سوا لا ادري انا بالسلاح، لا المهم ماناش على بالنا. انت اعطيتينا سؤال، بعدين لو بروكيور جينيرال هنا راح يعطي الموافقه تاعو باش الجثه هذه تجي. نزيد نذكر اختي معلومه هذه جديده ولكل الجزائريين كذلك، انه سلطات البلد اي واحد يعني موت تاعو مشكوك فيها خارج الوطن يزيد يفوت على لا ميدسين ليغال في الجزائر، يفوت على لا ميدسين، سيرتو اذا الدوسي تاعو جا مع السيركاي تاعو وصل المطار هو ريبو مدين ولا وهران ولا حاجه، ولقاو باللي سيتون مور سسبكت ولا ان دي سي يعني سسبي، فبالتالي السلطات البلد هذه ما عندهاش بزاف، عندها حوالي 3 سنوات او 4 سنوات يعاودوا له لوتوبسي. ابار جو دي بيان ابار اذا العائله تاعو راحت للبروكيور جينيرال
وقالت له يا اخي احنا راضيين بالشي اللي صرا، راضيين بالشي اللي صرا. هذه اذا راضيين بالشي اللي صرا قادر البروكيرور يقول لها ما كان الواد زيدوا تحلوه، ما كان الواد زيدوا تحلوه. هذه يعني نقول لك اذا العائله تاعو باباه مو خوه مرته يروحوا البروكيرور قال احنا ماناش زايدين هذا الميت يعني مات وتعذب في يعني في المستشفيات يعني المستشفى اللي كان فيه وحلوه الى اخره. قال احنا رانا نعترف ولا راضيين ولا القرار تاع لاميتي اللي قال تاع الخرج يعني لانه